السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعدنا في موضوع الإحصاء الهندسي في الفصل في المحاضرة الثامنة، وناخذ الـ Combinations Rule. ما هو قانون الـ Combination، الدمج أو الجمع؟ هذا القانون طبعا يفيدنا في تقدير الاحتمالية لمجموعة من الأمور اللي دائما تكون في حياتنا اليومية يعني، وهذه الأمور تتبع منهج رياضي. أنه على سبيل المثال there is a simple rule، قانون يعني بسيط، for finding the number of different samples، أريد نوجد رقم عدد النماذج لاختيار 5 students from ألف، يعني أختار مثلا ما هو احتمالية أنه أنا ما هي الطرق المحتملة لأن أختار 5 طلاب من أصل ألف. هذا الرول اسمه combinations rule، قانون الدمج او الجمع بين الاختيارات مالتي. suppose افرض انه sample of n small element، عندي انا عندي عناصر عددها n، is to be drawn without replacement. انتبه علي، combination rules هو drawing without replacement، بدون استبدال، from a set of n elements، من n capital elements، يعني اختار طلاب 2 من اصل 4 طلاب بالصف الدراسي. عندي شعبة اليف مثلا بها 50 طالب، اذا اختار 5 طلاب 5 من اصل شقيت 50 للشعبة اي. ما هي the number of different samples possible، ما هي رقم الاختيار النماذج المختلفة اللي اتوقعها تحصل عندي، ما هي طرق يعني ما هي كم طريقة الاختيار، يعني هنا مو تعطيني احتمالية، لا وانما تعطيك طرق المتوفر الاحتمالية. يعني انا مثلا على سبيل المثال اوضح لكم الفكرة، عندي 4 طلاب واذا اختار طلاب 2، عندي الـ A والـ B والـ C والـ D، هاي 4 طلاب A B C D، واذا اختار طالبين، مرة واحد يقول لي اختار A والبي، هاي طريقة، واحد يختار ال A وال C طريقة، ال A وال D طريقة، مثلا ال D وال C طريقة. ما هي هاي الطرق المحتملة للاختيار؟ راح ناخذها بقانون اللي هو combination rule، selecting n small from n capital. قانونه هو n capital factorial على n small factorial على n capital ناقص n small الكل factorial، يعني n capital factorial على n small factorial مضروب في بين قوسين الفرق بين n capital ناقص n small الكل factorial. واحنا نعرف factorial هو n capital، نقول n factorial هو n في n ناقص 1 الى اخر شيء اقصر من 1، مثلا n factorial capital ايضا نفس الشيء، ايضا n capital ناقص n small وهكذا. إذا طبقها على مثالنا هسه إحنا، for example 5 factorial، خلني أوضح لكم factorial قبل أن أنتقل للمثال. الـ 5 factorial هو مطلوب الخمسة، ما يقول 5 × 4 × 3 × 2 × 1، دائما نقول 0 factorial هو دائما شيء يعطيني equal to 1. مثال هسه هذا يوضح لنا الفكرة مال ما هي. consider the task، أوجد خيار تحديد، choosing two students، اختار 2 طلاب من اصل جيت من اصل 4، يعني شلون مثل عندي ال A وال B وال C وال D. use the combination counting rule، من يقول لك combination rule او combination counting، قانون حساب الجمع او قانون الجمع، to determine how many different selections can be made، ما هي الطرق، كم طريقة أقدر أعملها لاختيار 2 من أصل جيد هسه من أصل 4. بهذا المثال n capital هو جيد عدد كلي اللي هو 4، وأنا جدد اختار العدد كل اختار هو 2، إذن n small هو 2، العدد الكلي n capital هو 4، 2 من 4 حسب القانون هو n small إلى n capital 2 إلى 4، n capital factorial 4 factorial على الان سمول فاكتوريال هو 2، في حاصل فرق بين الان كابتل ناقص الان سمول هو 4 ناقص 2 الكل فاكتوريال، راح يكون 4 فاكتوريال على 2 فاكتوريال في 2 فاكتوريال، وهذه 4 هي 4 في 3 في 2 و2 هي 2 في 1، وبالتالي عندي شقد 6 طرق مقترحه او اقدر اعملها لاختيار طلاب 2 من اصل 4، او اختار حرفين من اصل شقد 4 نفس الشيء.
هذا كلاس وورك راح اعملكم ان شاء الله غير هذا كلاس وورك يعني بالاستماره تملوها. compute the number of ways ما هي الطرق او الطرق of selecting n small elements from n capital elements من من عدد صغير يعني مثلا خلينا نقول 2 الى 4 10 الى 1000 وهكذا. نعطي n small 2 من اصل ايش قد n capital 5 3 من اصل 6 و5 من اصل ايش قد 20. هذا ان شاء الله نعطيكم عليه امثله. اول قانون قبل شويه اخذناه نرجع له الكومبينيشن رول، وهذا هو الكومبينيشن رول. لازم اخلي ببالي شغله without replacement يعني من اخذ الطالب واختاره بعد ما يجي واحد بداله يبدله لا يبقى مكانه فارغ without replacement. يعني شلون كانه انا عندي شعبه اي بعد اشرح محاضره ويجي وتجي ورقه من جهه معينه يريد طلاب اثنين لعمل تطوعي معين كذا من الطالبين يعني يطلعون من القاعه ما شعبه اي ما يجي احد بدالهم. ليش؟ لان شعبه اي عددهم 30 طالب فيبقى مكانهم شنو؟ فارغ. سميه without replacement ما بدل. فما اجيب طلاب من شعبه بي واقول لهم تعالوا اقعدوا بمكان هذا الفارغ واشرح المحاضره، لا، كل من محاضرته كل شعبه بشعبته. فهذا هو without replacement. multiplicative rule multiplicative rule multiplicative rule هو قانون المضاعف. المضاعف شنو المقصود به؟ اذا انا عندي k sets، عندي set مجموعة k عددها 2 من العناصر وبيها n1 بالست الاول والn2 بالست الثاني والn3 بالست الثالث وهكذا. في k set يعني انا بوضح لكم، انا عندي موقع عمل وبي موقع العمل تعرفون كلكم انه موقع عمل يضم مجموعه من المهندسين، مهندسين مدني عندي فد خمسه وعندي مهندسين ميكانيك ثلاثه وعند مهندس كهرباء عندي عدد اثنين، وطلبوا مني اشكل لجنه. بس اللجنه لازم تكون مشتركه لتقييم عطاء معين لمثلا لغرض معين. هاي اللجنه لازم تضم كل الاختصاصات الموجوده، فبالتالي لازم اختار عدد اثنين من المهندسين المدني واختار عدد من المهندسين الكهرباء واختار عدد من المهندسين مثل الميكانيك وهكذا. فبالتالي انا شو راح اختار؟ راح اختار اشخاص من كل سيت من كل مجموعه. فبالتالي اذا انا عندي الان واحد هو المهندس المدني والان اثنين المهندس كهرباء والان ثلاثه المهندس ميكانيك من اصل كذا مجموعه من المهندسين. فبالتالي هذه الطريقه المالتيبليكيتيف selecting one element from each of the cases. اذا شو المقصود به؟ يعني اختار مهندس مدني من المهندسين المدنيين واختار مهندس كهرباء من مهندسي الكهرباء ومهندس ميكانيك من مهندسي الميكانيك. وبالتالي انا راح يكون عندي select one element from each يعني من كل مجموعه راح اختار of the cases. فبالتالي راح تكون هي تكون هي حصل الضرب. ليش المضاعف؟ الان واحد في الان اثنين في الان ثلاثة في الان سب كي. ناخذ مثال there are 20 engineers عندي 20 مهندس 3 different positions لثلاث مناصب. انا ادعين مهندسين لثلاث مناصب، المنصب الاول E1 والمنصب الثاني E2 والمنصب الثالث هو شنو؟ E3. How many different ways that the positions can be filled؟ ما هي الطرق المتاحه المختلفه لملء هذه المناصب؟ يعني انا عندي 20 مهندس وأد اختار مهندس واحد للمنصب الاول وبعدين اختار مهندس من المتبقين للمنصب الثاني وبعدين اختار مهندس من المتبقى اخر شيء للمنصب الثالث. فبالتالي هذا يسمونه ملتيبليكيتيف. ليش؟ لان اختار واحد في كل مره select one element from each. فبالتالي راح يكون السيت الاول ما هو المهندسين الملء السيت الاول هو خلينا نقول هسه كم كي عندي انا عندي كم منصب عندي ثلاث مناصب اذا عندي كم مجموعه لازم اختار كي راح يكون عندي ايش قد الكي يساوي ثلاثه. السيت الاول هو الانجينيرز افيلبل فور فيل ذا بوزيشن اي 1 البوزيشن الاول عندي بي سيت الاول يملونه. اما السيت الثاني هو الانجينيرز ريمينينج الباقيين افتر فيلينج اي 1 بعد ملء المنصب الاول يكون متوفرين اما لملء المنصب الثاني. والسيت الثالث هم الانجينيرز
متبقيين after filling البوزيشن الاي 1 والاي 2 ويكونوا دائما متوفرين اما لملء الاي 3. شنو هذا الكلام؟ هذا الكلام مقصود به انا عندي حتى امين المهندس المنصب الاول انا عندي 20 مهندس. اذا اول منصب عندي الان واحد ايش قد راح يكون عندي 20 زين الان اثنين حتى امين المنصب الثاني شو بقالي اثنين واحد راح من عندي المنصب الاول بقالي 19 واحد. اما الان 3 فهو المنصب الثالث حتى امين ايش قد بقالي 18. فاذا حاصل ضرب الان 1 برودكت في الان 2 في الان 3 هو ال 20 للاي 1 و 19 بقالي للاي 2 و 18 بقالي للاي 3 بتعطيني 6840 طريقه اقدر اختار ثلاث مهندسين بس شنو تتابع يعني اختار واحد للامن المنصب الاول بعدين يعني اختار الثاني المنصب الثاني واختار الثالث للمنصب الثالث وهكذا. البيرميتيشن رول قانون التبادل او يعني الاستبدال عندما يكون عندك set of n different elements عندي عناصر n capital which wish to select n small elements from the n capital and arrange them within n position. شو الفرق عن ذاك؟ ذاك ال multiplicative rule لا يختار واحد في كل مرة one element. هنا لا اختار n small element اختار select n small element من n capital. خلينا نلاحظ شنو الفرق. زين راح يقول لي شنو الفرق بين البيرميتيشن عن المالتيبليكيتيف عن الكومبينيشن. الكومبينيشن قلنا هو without replacement بنختار شخص معين بعد ما يجي لمكانه واحد. البيرميتيشن لا يجي مكانه يقدر واحد يعوض المكان مالته فبالتالي احتمالات مالته تزيد. نلاحظ هسه القانون مالته البيرميتيشن ان سمول اوف ان كابيتال هناك كان بين قوسين ما عندي كلمه البي بيرميتيشن ان في الان ناقص واحد في الان ناقص اثنين الى ان حصل هذا القانون اللي هو الان فاكتوريال على الان ناقص ان سمول فاكتوريال. هنا ما عندي ان سمول فاكتوريال جوا بالمقام بينما ذاك بالمقام كان عندي ان فاكتوريال سمول. فهذا الفرق بين البيرميتيشن عن الكومبينيشن. الكومبينيشن اختار without replacement اما البيرميتيشن لا without replacement. هذه وحده. الشيء الثاني انه انا عندي القانون مالتي هناك كان بالمقام ان فاكتوريال سمول مضروب في هذا القوس هنا انا ما عندي. Consider the task of choosing two students from four students يعني اختار اثنين من اصل اربعه نفس المثال من الساعه اللي اخذناه ولكن هناك كان شنو استعمال combination هنا استعمال البيرميتيشنز. Permutations rule how many different ways فبالتالي الان كابيتال هو جيد اربعه والان سمول هو جيد اثنين فمن حاصل الفاكتوريال مالت الاربعه على حاصل الفاكتوريال مالت اثنين تنتج 12 طريقه محتمله من اختيار طلاب اثنين من اصل اربعه ولكن هنا شنو with replacement يعني من انا من اختار اثنين من اصل اربعه بعدين ينقص الصف مالتي يصير اثنين طلاب ما موجودين بي لا راح يعوضوني بشنو بطلاب اثنين اخرين. فهذا هو يعتبر شنو ال permutations. نجي البارتيشنز رول قانون التجزئه. قانون البارتيشنز رول suppose we wish to partition a single set of n different element into k set يعني انا عندي n capital عندي عدد كلي اقدر اقسمه الى شنو مجموعه من المجموعه k بالبدايه اختار شنو n1 وبعدين اختار شنو n2 وبعدين اختار مثلا n3 وهكذا. اذا ما هي number of different position هو n factorial على المجموعه الاولى في المجموعه الثانيه في المجموعه الثالثه الكل factorial بحيث انه ال n1 زائد ال n2 زائد n كم مجموعه اذا قسمت مثلا 5 مجاميع هاي المجاميع الخمس مجموع مش يساوي لنا n capital. خلينا نشوف هذا المثال شو راح يكون. المثال مالتنا if we have 12 construction workers عندي 12 عامل انشاء عمال بناء and you wish to put 3 workers to site 1 انا عندي موقع الاول اخذ ليش جيت ثلاث عمال اخليه ووزع اربع عمال 4 workers to site 2 واوزع 5 workers to site 3 اذا اوزع ثلاثه للموقع الاول واربعه للموقع الثاني وخمسه للموقع الثالث. In how many different ways can you make this assignment ما هي الطرق المحتمله للتوزيع مالته؟ بالبدايه الكي عندي ايش قد المجاميع اللي راح اوزعهم؟ يعني ثلاث مواقع عندي ايش قد؟ 3 سايت 1 سايت 2 سايت 3. الان كابتن هو 12، الان 1 مجموع ايش قد؟ هو 3.
المجموعة الثانية ايش قد؟ 4، والمجموعة الثالثة ايش قد؟ 5. لازم انا اعرف انه ال ان 1 زاد ال ان 2 زاد ال ان 3 ايش قد يعطيني؟ لازم شنو يعطيني؟ مجموعهم يعطيني العدد الكلي لمن؟ للمجموعة مالتي، يعني العمال مالتي. نشوف 3 و4 7 و5 12، هذا هو 12 صحيح. راح اقسم او اوزع ديستريبيوشن هنا عندي، والبارتيشن هو هنا يعني هو معناته بارتيشن يعني معناته ديستريبيوشن توزيع تقسيم. اقسم هذول ال 12 الى ثلاث مجاميع، مجموعه 3 مجموعه ثانيه 4 مجموعه ثالثه 5، راح يكون هو الان فاكتوريال 12 كلي على الان 1 فاكتور في الان 2 فاكتوريال، وبالتالي احصل على 27720. طريقه اقدر اوزع ثلاث عمال مثلا احمد ومحمد وعلي بالموقع الاول، جاسم وكذا وكذا بالموقع الثاني، مثلا سعد وغيره مثلا بالموقع الثالث، وهكذا راح اختار اسماء. يعني اقدر اختار 27720 طريقه لهذا التقسيم. ناخذ السمري اوف كاونتنج والقوانين الحساب. اخذنا احنا اربعه كومبينيشن مالتيبليكيتيف، وعندي كل بيرميتيشن والبارتيشن. المالتيبليكيتيف رول، اف يو ونت تو درو وان اليمنت، قلنا شنو سيلكت من ساعه؟ قلنا وان اليمنت فروم ايتش اوف كيسيت، يعني انا عندي واحد اليمنت. شلون اخذنا من نملي المنصب مالت المهندس؟ قلنا ناخذ واحد مهندس للموقع او المنصب الاول، وبعدين اخذ مهندس ثاني للمنصب الثاني، فاخذ واحد في كل مره. اذا وان اليمنت فروم ايتش كيسيت اوف اليمنتس، فهذا هو قانون حاصل ضرب الاليمنت الان واحد الكلي. هنا قلنا 20 اذا تذكرون، في 19 في 18 المتاح للمنصب الاول 20 مهندس، والمتاح للمنصب الثاني 19 مهندس صار، والمتاح للمنصب الثالث ايش قد عندي؟ 18 مهندس. البرمتيشن رول، if you are drawing n elements from a set of n elements capital، يعني تختار n small مين من n capital، ولكن انتبه علي راح تكون ال n capital factorial على ال n capital ناقص ال n small factorial. وهذا شنو الفرق قلنا عن قانون الكومبينيشن؟ الكومبينيشن هو يختار without replacement، بدون استبدال. هذا شنو؟ with replacement. البارتيشنز رول، قانون التجزئة، هو if you are partitions the elements of n set element into k، يعني انا عندي مثلا عدد الكلي مالتي 20 طالب وبوزعهم الى ثلاث مهام، فاذا عندي راح تكون ايش قد؟ عندي عدد المهام k 3. اختار مثلا 20 طالب، المهمه الاولى 5 طلاب، والمهمه الثانيه 7 طلاب، والمهمه الثالثه ايش قد؟ 8، بحيث 5 زائد 7 زائد 8 تعطيني ايش قد؟ 20، وهو العدد الكلي 20، بحيث يكون لازم يساوي العدد الكلي. فبالتالي راح اوزع ال 20 طالب الى ثلاث مهام، المهمة الأولى 5 طلاب، المهمة الثانية 7 طلاب، المهمة الثالثة ايش قد؟ 8 طلاب. الكونديشنال بروبابيلتي، الاحتمالية المشروطة. الاحتمالية المشروطة the probability of an event B occurring when it is known that some event A has occurred is called a conditional probability. ودائما نرمز لها بالرمز B، probability of B خط مائل A اللي مقصود بها knowing A أو occur A، بحيث تكون تقرأ the probability of B occurs given that A occur، يعني احتمالات الA هي الموجودة اللي تحدث، وإحنا ندري أنه احتمالات A شنو؟ أيضا شنو؟ هم تحدث، هم حادثة. أو ننطيها probability of B given A، هذا رمز الأسهل مالتها، probability of B giving A أو knowing A نفس المعنى. وهذا قانونها هو احتمالية التقاطع بين الـ A والـ B على من؟ على احتمالية الـ A اللي نعرفها احنا الـ A knowing. ليش؟ لازم نقسم على قيمة معروفة، فاحنا نقول احتمالية الـ B knowing A، يعني الـ A معروفة قيمة احتماليتها، فبالتالي احتمالية الـ B knowing أو occurring A هي احتمالية الـ A intersection B على احتمالية الـ A. ولازم احتمالية الـ A نعرفها، لازم ما تساوي صفر. ليش؟ إذا ساوي صفر ما يصير نقسم على صفر، فبالتالي هذا الشيء لازم نخليه بنظر الاعتبار. ناخذ مثال بسيط. المثال مالنا for the table shown below،
which represent the number of persons for a small city. عندك أشخاص، عدد الأشخاص لمدينة صغيرة، هذا هو. Find the conditional probability، احتمالية المشروطة، for choosing، الاختيار، a man، رجل، and the one that choosing is educated، والشخص اللي اختارينا شنو لازم يكون متعلم. يعني عندي مدينة بها عدد أشخاص، يعطيني جدول، يقول لي جدول عندك هذه هي الحدث الأي اللي هو نوع الشخص، هل هو رجل أو امرأة، male or female، وعندك نوع التعليم مالته، هو متعلم أو غير متعلم. من أجي أجمع عدد الأشخاص، الرجال 460 زائد 40 تعطيني 500، وأجي أجمع الفيميل النساء 140 زائد 260 تعطيني 400 امرأة بهاي المدينة. وأقدر أجمع أيضا طبعا الأجوكيتد بيهم 460 زائد 140 تعطيني 600 شخص متعلم، وال40 زائد 260 تعطيني 300 شخص متعلم. المجموع عدد مات الأشخاص الكلية، من أطلع هذا حستخرج مجموع الأشخاص الكلية هو 900 شخص. إذا المدينة بيها 900 شخص موزعات على نوعين، حسب الرجل أو امرأة، أو حسب نوع التعليم يكون شنو، educated أو uneducated. وطلب من عندي find the conditional probability for choosing man، شريك يعني هاي احتمالية البي، نقول man يعني هذا هو قصد المان، هو احتمالية البي نان البي، وشنو يكون and the one that choosing is educated، لازم يكون شنو يكون، لازم انت تعرف انه هذا الشخص اللي تختار شنو يكون لازم يكون متعلم. فاذا هو المان هو البي knowing A اللي هو شنو يكون متعلم. اذا احتمالية المان knowing B knowing educated يعني انه يكون متعلم. فبالتالي انا اجي ارمز اقول for this example انت رمز المان المطلوب من عندي هو بدل بي، يعني احتمالية الاولى اللي هو شنو يكون a man is choosing، واحتمالية الأي إنه هو لازم معروفة شو تكون، هو لازم شو يكون educated. إذن هو احتمالية المان knowing أو acute educated شو راح يكون، هو احتمالية التقاطع بين اثنيناتهم قلنا على حاصل قسمة احتمالية شنو knowing اللي هو شنو يكون educated. من الجدول أقاطع المان مع من، مع الeducated، المان مع الأجوكيت، هذا هو المان أو الميل، ويا الأجوكيت قد تقاطعه 460، هذا هو 460 على من، يعني هو احتمالية كلية لازم أقسم 460 شخص، يعني هذا عدد أقسم على عدد كل شيء يعطيني احتمالية. إذن 460 تقسيم 900 شيء يعطيني احتمالية، هذا هو المان تقاطع يا من قلنا ويا الأجوكيت اللي هو 460، و على احتمالية شنو؟ احتمالية الاجوكيتد، احتمالية الاجوكيتد هنا بغض النظر عن كونه هو رجل او امرأة، شو احتمالية الاجوكيتد هو 600، لان توتال هنجي 600، وايضا هذا 600 ما خلي رقم من احتمالية، قلنا دائما تكون بين 0 بين 1، فلازم اقسم علي من على عدد الاشخاص الكليين اللي هو 900، اذا 600 تقسيم 900 ويعطيني جيد هذا القيمة. هو هان اسأل سؤال هسه نفس هذا السؤال نغير به، find the conditional probability of choosing a female امرأة and the one that choosing is educated، وهذه الامرأة شو تكون، يجب ان تكون متعلمة دارسة. فبالتالي نفس جدول مالتي بدل رمز الام شو راح اخلي f اللي هو female، احتمالية الاف على من، على الeducated، احتمالية الاف تقاطع العفو تقاطع الاي تقاطع الاف، احنا هنا ليش قلبناها الاي تقاطع الام، هو نفس الشيء الاي تقاطع الام هو نفس الام تقاطع اي، فما عندنا مشكله. فهنا تقاطع نقول الاجوكيتد ويا من، ويا الفيميل على من، على تقاطع من، تقاطع الاجوكيتد. نجي للجدول مالته وين تقاطع الفيميل مع الاجوكيتد، 140 امراه متعلمه اقسمهم على من، على 900 اعوض بدل 460 راح يكون 140 تقسيم 900 على الاجوكيتد، بغض النظر هنا عن كون رجل او امراه هو جيد ام يبقى 600، 600 على 900 يعطيني قيمه جديده. المثال اللي بعده، the following table summarizes the analysis of samples، تحليل نماذج of galvanized steel، ستيل مغلون، for coating weight،
طبعا هذا الكوتنج ويت والسيرفيس رفنس. السيرفيس رفنس خشونة السطح، والكوتنج ويت هو وزن المادة المغلفة. The results from 100 samples، نتائج 100 نموذج are shown، بين أدنى يعني عندي جد عدد كلي 100، يعني هذا نقدر نستخرجه احنا نحسب حساب لازم، يعني هذا جدول احنا نخلي توتال شلون الجدول السابق، وهنا نخلي ايضا توتال ونجمع عمودي وافقي لازم يعطيني ايش قد، يعطيني 100. اذا هو شو من عندي؟ Let A denote the event that the sample has high coating weight. اذا A هو رمز ال high coating weight اللي يكون الوزن التغليفي الاعلى. وال B والايفنت بي يمثل لنا the event that the sample has high surface roughness. اذا high coating weight هو للA، اعطينا رمز، وال B هو ال high surface roughness. Determine the following probabilities، اوجد احتمالات الاتية. احتمالات الA لازم شلون نطلع احتمالات الA؟ احنا عندنا 100 نموذج، احتمالات A قلنا شنو هو ال high coating weight، بما نقول high coating weight هذا هو ال coating weight، بغض النظر عن كون الهاي كوتنج ويت مالته هو شنو، سيرفس مالته عالي او ناقص، بما انه الهاي كوتنج ويت هذا هو الهاي كوتنج ويت، بغض النظر عن كون السيرفس مالته هو عالي هاي او لو، فيكون 70 زائد 16 تطلع ايش قد، 86 عليه العدد كل ما انا مارج اللي هو 100، فبالتالي هاي هي احتمالات الاي. احتمالات البي هو الهاي سيرفس رفنس، هذا هو السيرفس رفنس، وين الهاي مالته؟ هذا هو الهاي عندي 79، بغض النظر عن كونه هو low coated weight او high coated weight، فيكون 77 زائد 9 تنتجيه 79 ايضا قسم عليه من على 100 نموذج. البعد احتمالات الاي نون بي، انه شو يكون هو الاي هو high coating weight ونفس الوقت يكون نون انه شنو يكون high surface roughness. نجي تقاطع اثنيناتهم الاي والبي علي من على احتمالات النون اللي هو احتمالات البي، هذا قانون مالت conditional probability. نجي البي ويا الاي يعني هاي بهاي، هاي كوانتنج ويت للاي وهاي سيرفس رفنس للبي، راح يكون ايش قد؟ قاطع فقط 70 اقسمه على ال 100، اقسمه على من؟ على احتمالات البي، البي هو شنو احتمالات البي استخرجناها اللي هو ايش قد؟ على 97 على 100، هذه طلعنا القيمه. اما المطلوب الاخير احتمالات البي نون اي، احتمالات انه يكون هاي سيرفس رفنس ويكون شنو؟ هاي كوانتنج ويت، اذا هو ايضا تقاطعهم اللي هو نفس القيمه راح تكون تقاطعهم هو 70 علي من، بس بدل ما قسم على نونج مالت البي هنا راح يكون على نونج مالت الاي، فراح تكون جيت على 86 وبالتالي احصل على هالاحتمالية. Total probability and Bayes theorem، الاحتمالية الكلية وقانون بيز. Sometimes the probability of an event A cannot be determined directly، ما نقدر نحسبها مباشرة. بصورة عامة its occurrence is combined by occurrence of other events B، يعني هاي احتمالية الاي ما نقدر نحسبها مباشرة، ليش؟ لأن تكون هي مرافقة علما لحدث آخر اللي هو الايفنت A، بس ولكن حدث A شنو مقسم، يعني جزء من عنده يعني B1 B2 B3 وهكذا، وبالتالي in such case the probability of A احتمالية الاي will be unexpected probability، تكون شنو احتمالية متوقعة. That is the average probability weight، هو الوزن مالت الاحتماليات هي اللي تابع علما للB sub i، يعني احتمالات الB1 والB2 حسب توقعات الجد تكون. إذا هذه الطريقة أو هذه المشكلة can be approached by using theorem of total probability which can be derived by the definition of conditional probability، يعني باعتماد على conditional probability سووا total probability الاحتمال الكلية. ما الاحتمال الكلية؟ انه عندي two events احدهم معلوم والثاني شكون مقسم الى اجزاء، المطلوب من عندي ايجاد هذه الاحتماليات. هذا الشكل مالتي عندي احتمالات الاي، هذا هو باللون شنو بالدائرة، اما البي فهي مقسمة بي 1 بي 2 بي 3 بي 4 بي 5 وهكذا. ف in this event البي 1 والبي 2 لحد البي سب كي لحد اجزاء البي كلها، the partition of sample S such that بحيث احتمالية البي بأجزائها لازم ما تساوي صفر، فبالتالي احتمالية الأي هي ايش تساوي؟ احتمالية البي واحد
في مضروب في احتمالية A نوي B1 زائد احتمالية B2 في احتمالية A نوي B2 وهكذا إلى أن كم جزء عندي مقسم الـ B 5 أجزاء 6 أجزاء. فبالتالي احتمالية الـ A حتى أوجدها لأنه هي مرتبطة مع الـ B لأنه الـ B مقسم الأجزاء هي سمويشن حاصل مجموع احتماليات الـ B sub I intersection A يعني تقاطع الـ B 4 ويا الـ A تقاطع الـ B 1 ويا الـ A تقاطع الـ B 3 ويا الـ A يعني هي عبارة عن شنو أنا المقصود بها مجموع تقاطعات يعني هذا الجزء هو تقاطع الـ A ويا الـ B 3 الـ B 3 مع الـ A زاد هذا الجزء هو تقاطع الـ B 1 مع الـ A زاد هذا الجزء اللي هو الـ B 4 مع الـ A هذا الجزء الـ B sub K مثلا ويا الـ A وهذا الجزء اللي هو B 3 أو B 5 العفو مع الـ A فهي عبارة عن مجموع هذه التقاطعات فبالتالي راح يكون قانونها هو الـ B sub I يعني الـ B 1 مثلا في احتمالية الـ A نوي B 1 وهكذا. ناخذ المثال مثال مالتنا بلانت هاف 3 ماشينز عندي بلانت معمل مصنع بثلاث مكائن المشين الاول بي واحد والمشين الثاني خط الانتاج الثاني وخط الانتاج الثالث اذا بثلاث خطوط انتاج making 30% 45% and 25% يعني الخط الاول ينتج لي 30% من الانتاج الكلي من المصنع والخط الثاني او الماكينه الثانيه تنتج 45% من انتاج المصنع والخط الثالث 25% منين من انتاج المصنع المعمل of the products يعني من انتاجه it is known from past experience من التجارب السابقه انه 2% و 3% و 2% for products made by each machine respectively are bad يعني الخط الاول هو ينتج 30% من المعمل صحيح ولكن 2% شنو يكون بعطلات الانتاج مالته يكون يعني مثلا سلع عاطله الخط الثاني ينتج 45% من المصنع الكلي يعني خط الانتاج الثاني المطنيه الثانيه بس شنو 3% شنو تعطيني نسبه العطل والخط الثالث هو ينتج 25% الماكينه الثالثه ولكن 2% معناته شنو يطلع لي عطلات Now, الآن, suppose that a finished product عندي يعني منتج نهائي is randomly selected تم اختياره بصورة عشوائية يعني مثلا جت للمعمل أنا وأخذت نموذج لا على التعيين ما أعرف هذا النموذج من أي من أي ماشين خارج من الماشين الأول اللي بيها 2% نسبة فشل أو الماشين الثاني أو الثالث What is the probability that It is bad. ما هو احتمال انه هذا النموذج اللي اخذته شلته بيدي يطلع هو عاطل خلينا نشوف شو راح نجي نسوي هنا راح نسوي مخطط الشجره تري دايجرام اللي اسمه تري دايجرام دائما تسوي مخطط الشبكه الشجره راح نجي نرمز للرمز الاي هو الانتاج الفاشل اللي هو يطلع عندي ما احتمال انه يكون باد فاذا افرض انه البرودكت هو يكون باد عن طريق الرمز اي وهو بس الاي منين جاي هو الباد مو شرط جاي بس من صورة عامة اذا هو احتمال جاي منين من البي واحد او البي اثنين او البي ثلاثة اذا ارمز للرمز بي واحد البرودكت جاي منين من المشين الاولى والبي اثنين هو جاي من المشين الثانية والبي ثلاثة هو جاي منين من المشين الثالثة applying the rule of elimination and making tree diagram راح اجي اخلي التري دياجرام مالتي اخلي هنا هو خط الانتاج مالتي وارسم ثلاث خطوط هذا الخط الاول وهذا الخط الثاني وهذا الخط الثالث هذا بي واحد خط الانتاج الاول وهذا خط الانتاج الثاني بي اثنين وهذا هو خط الانتاج الثالث وهو بي ثلاثه ويعطيني شنو بالنهايه فاينل برودكت يعني يطلع لي اي يطلع لي من احتمال اي حصله او حصله من هنا او حصله منين من هنا اذا احتمالات الاي ان يكون نموذج فاشل هو حاصل ضرب احتمالات البي واحد في احتمالية الـ A نوي بـ 1 زائد حاصل ضرب احتمالية الـ B 2 في احتمالية الـ A نوي بـ 2 وهكذا إذا شو راح أسوي؟ احتمالية الـ B إيش قد احتمالية الفشل بالـ B بالخط الأول 3% العفو الإنتاج الخط الأول إيش قد إنتاجه؟ هو 30 والخط الثاني إيش قد إنتاجه؟ 45% واحتمالية إنه يعني
احتماليه النموذج ان يكون من النموذج الخط الثالث هو شقيت 25%. ليش؟ لانه 30% من انتاج المعمل من الخط الاول، و45% انتاج معمل من الخط الثاني، و25% انتاج معمل من الخط الثالث. اما نسبه الفشل بالخط الاول هو 2%، ونسبه الفشل بالخط الثاني 3%، ونسبه الفشل بالخط الثالث هو شقيت 2%. فاذا اضرب 0.3 هو احتماليه الجزء الاول اللي هو بي 1 في احتماليه الاي نموذج بي 1 اللي هو شقيت تكون 2%، زائد احتماليه البي 2 في احتماليه النموذج بي اي نموذج بي 2 0.03. واجمع يعني كانه قاعد انا الشجره مالتي اجمع الاغصان مالتي، الغصن الاول هذا الخط الاول زائد الغصن الثاني زائد الغصن الثالث، بس كل غصن حاصل ضرب هذا في هذا، فبالتالي ينطيني النتيجه احتمالية البي 1 في احتمالية الاي نموذج بي 1 هو 0.3 في 0.02، وهكذا بعدين اجمعهم مع بعض حسب القانون المالتي هذا، واحصل عليه من على الاحتماليه الموجوده. اما البيسين ستاتستكس، البيسين يعني نظام الحساب، البيسين is a collection of tools، هو جمع ادوات that used the special form of statistical inference، الاحصاء بالاحصاء، وتبين لنا هذه البيز رول دائما نطبقها لايفنت اي اكيوز يحدث with any one of the several maturely explosive events b1 b2 و b3، اللي يكون شنو تكون هذه، هذا البيز تكون شنو تكون maturely explosive، يعني تكون يعني ما بياناتهم يعني بي واحد ما متقاطع مع البي 2 ولا متقاطع مع البي 3 وهكذا، سواء ما شو ولي اكسبلوزيف ايفنتس. طريقه البيز عندك كي ما شو ولي اكسبلوزيف ايفنتس بي 1 قلنا بي 2 بي كي، بحيث احتماليه البي 1 زائد احتماليه البي 2 زائد احتماليه البي 3 الى اخر وحده، ايش تنطينا؟ لازم واحد sample space. اذا احتماليه البي اي على الاي نموذج هي احتماليه البي اي تقاطع الاي على احتماليه النموذج اللي هو الاي، بحيث احتماليه الاي احنا نعرفها ان احتماليه البي واحد جايه منين؟ من القانون توتال probability، هذه قبل شوي شرحناه واخذنا عليه مثال. خلينا ناخذ مثال هسه البيز فور اكزامبل القديم. If the product was chosen randomly، احنا مثال بالمثال القديم عندي، نرجع له حتى تذكرون، عندي معمل ب 3 خطوط انتاج، الخط الاول ب انتاج 30% والخط الثاني انتاجه 45% والخط الثالث انتاجه 25%. من الخط الاول نسبه الفشل 2% من النماذج مالت الخط الاول، بالخط الثاني نسبه الفشل 3%، بالخط الثالث نسبه الفشل 2%. هنا أنا بالبيز ثيوري يقول لك ما هي احتماليه ان نكون النموذج اللي اختاريته ما له علاقه، انا بالمثال مالتنا بالتوتال بصوره عامه جاي من 3 خطوط، هنا لا، يريد من عندك بالضبط يكون هذا المنتج الفاشل اللي اختاريته انت هو جاي من الخط الثاني او جاي من الخط الثالث، بما انه اختاريت نوع الخط، يعني هذا صار شنو، صار بيز ما صار توتال. ليش؟ لان اقول لك بس ما هو احتمال ان تحصل على نموذج فاشل، نموذج فاشل جوز يجي من اي، من الخط الاول او من الخط الثاني او من الخط الثالث، بس من اقول لك ما هو احتمال ان تحت على نموذج فاشل ويكون هو جاي من الخط الاول، فبالتالي يعني انا هذا راح يكون شنو، هو بيز ثيوري مو توتال، توتال بصوره عامه انتاج نهائي فاشل، بس من اقول لك لا، انتاج نهائي فاشل ويكون من خط معين، هذا راح يكون شنو، هو يعني اختار كانه قاعد اختار من الفرع الاول او الفرع الثاني من الشجره، فبالتالي هذا يعتبر بيز. هنا هو هذا قانون البيز اللي اخذناه، انه يريد من عندك احتماليه انه تحصل على باد، يعني نوع انه يكون هو باد البرودكت بس ياخذ من خط البي 3 من الخط الثالث، فبالتالي هاي حسوي احولها الى احتماليه البي 3 انترسكشن اي على احتماليه النوع اي، فاحتماليه البي 3 انترسكشن اي هو احتماليه البي 3 في احتماليه الاي نوع بي 3، وهذه هي حاصل ضرب قلنا الفرعين مع بعض، يعني الشجره 0.25 نسبه الانتاج الكلي احتماليه البي، بما انه ضرب في نسبه الفشل مالته 2% هاي تعطيني القيمه،
وهذه القيمه اللي استخرجتها. طبعا التوتال بروبرتي انا عندي معروفه التوتال بروبرتي، حسبت بالمثال السابق اقسم هذا الفرع على من؟ على الكل. يعني كانه انت شلون قاعد تحلها؟ تحلها بالضبط بالضبط، انه قاعد تحسب نسبه الفشل. يقول لك من الخط الثالث حاصل ضرب، هذا هو البي 3 في البي اي نون بي 3، يعني كانه هذا الفرع على مجموع الفروع الكليه، نسبه هذا الفرع على مجموع الفروع الكليه. فاقسم نسبه الفرع هذا ايش قد؟ 5 بالالف على التوتال بروبرتي اللي هو الكليه المتفاشله من الاي، هو حسبنا بالمثال السابق تعطيني هذه القيمه. لو نفس المثال اقول لك ما هو احتمال ان يكون باي ماشين بي 1، شنو تغير عندك؟ تحسب الفرع الاول ايش قد طلعت الفرع الاول، تضرب حاصل ضرب 0.3 في 0.02، هاي الناتج مال الضرب الاثنين مال الفرع الاول تقسم عليه مع مجموع الفروع اللي هو شنو احتماليه الاي على هذا الرقم الكلي احتماليه الاي اللي هو 0.0245، هذا الفرق بس. ناخذ مثال. The table shows the probabilities for product failure. نموذج هذا الجدول يبين احتماليات فشل منتج معين. معرف level of contamination، مقدار من التلوث in manufacturing، بالانتاج مالته بالتصنيع. يعني هذا الجدول يبين لنا احتماليه الفشل هو 10%، اما الليفل مالت الكونتمينيشن مالت التلوث يكون شقد عالي. اذا كان احتمال الفشل مالته، اذا كان ليفل مالته ميديوم يكون احتمال تكون الفشل 1%، اما اذا كان مستوى التلوث مالته قليل فاحتماليه الفشل مالته شكون 1 الف. In particular reduction run في انتاج معين 20% of the chips، يعني شرائح هنا جاي يقصد بيها 20% من الشرائح المنتجة are subjected to the high level of contamination، و 30% من الشرائح المنتجة معرضة لمن؟ إلى medium، و 50% معرضة لمن؟ إلى low level. What is the probability that product using one of these chips fails؟ ما هو احتمال أن يكون أحد هذه الشيبس يعني الشرائح شو تكون فاشلة؟ انتبه عليها. نجي احنا طبعا دائما نرسم المخطط الشجرة، نرسم الكونتمنيشن، واحنا نبي ثلاث انواع من الكونتمنيشن، اما يكون بي هاي او يكون بي ميديوم او يكون شنو بي لو. الكونتمنيشن اذا كان هاي ايش قد يكون؟ 20% تقريبا هو بالسؤال قال لنا، و 30% يكون ميديوم و 50% شنو يكون لو. هسه نجي هسه المن للفيلر. الفيلر اذا قال لك اذا بالهاي 10% اذا النوت فيلر جدا راح يكون 90% من الخط الاول. زين الميديوم اذا فيلر قال لك 1% اذا ايش قد نوت فيلر؟ 99%. اما الفيلر باللو 1 بالالف اذا 999 بالالف هو شو يكون؟ نوت فيلر. فانت رتب هالشجره مالتي، وبنفس الشيء راح اجيب انا شنو من عندي؟ الفيلر بصوره عامه بروبرتي اوف فيلر، هو منين جاي الفيلر فشل؟ اما فيلر منين يكون؟ اما يكون هاي. فبس حتى نحسب الفيلر، الفيلر هو منين قد يكون محتمل يعني قادم؟ قد يكون من هذا الخط او يكون من هذا الخط، يعني من هذا الفرع، او يكون منين من هذا الفرع. فاذا شنو احسب انا؟ هذا احسب التوتال بروبرتي. التوتال بروبرتي اوف فيلر هي الفيلر منين؟ من الهاي نوينج انه هاي، والفيلر منين؟ من الميديوم نوينج انه ميديوم، والفيلر هو من اللو نوينج هو لو. فاذا اضرب الفرع هذا 0.10% في نسبه الفشل مالته هذا كونتمنيشن، زائدا هذا في هذا، زائدا هذا الفرع في هذا الفرع، بتعطيني هذا هو نسبه الفشل المحتمله. بس لو بالسؤال يتغير منطوق السؤال هذا بالتوتال، ليش؟ لان قال لك الفيلر بصوره عامه. لو بالسؤال قال لك what is the rate that the product using one of these chips failure and it is reduced by مثلا تنتج بواسطة مثلا الخط الأول اللي هو شو يكون؟ high level of contamination، أو الخط الثاني medium level of contamination. لا، إذا قال لك medium level of contamination شو راح تكون الفيلر؟ هذا القيمة 0.01 ربما في هذا الخط
تعطيك هذه حاصل بدل تنين هذا الفرع اقسم عليه على المجموع الفروع الكليه هو التوتال بروبرتي اوف فيدر واحسبه تعتبر بيز. بس بالسؤال ما قال لك بسرعه عامل فيدر ما حدد لنا اي فرع ان يكون من الميديوم او الهاي او اللو فيعتبر شنو توتال. اذا حدد لك من فرع معين لا تكون بيز. شكرا لكم.